السياحة في بيلاروسيا. السياحة في بيلاروسيا من بين أفضل الوجهات السياحية، وذلك لأن السفر إلى هذا البلد جد سهل، سواء بالنسبة للدول المحتاجة للتأشيرة أو للدول الغير محتاجة. في هذا الفيديو سنصحبكم بجولة في دولة بيلاروسيا، حيث سنعرفكم على هذا البلد الأوروبي الجميل، وسنعرفكم على أفضل الوجهات السياحية. فيه السفر إلى روسيا البيضاء لا يقل أهمية عن الدول الغربية، حيث أن هاته الدولة تتوفر على مؤهلات سياحية رائعة، وربما أفضل من بعض الدول الغربية. كما أن السفر إليها سهل عكس باقي دول الاتحاد الأوروبي التي تتطلب عدة إجراءات معقدة. دولة بيلاروسيا تمتاز بمواصفات إضافية أخرى تجعل كل شخص يتمنى السفر إليها. أينما وجد الضيف فهناك الله، هذا مثل شعبي بيلاروسي، يعتبرون فيه أن الضيف شخص مبارك ويجب إكرامه للتقرب إلى الله. الطبيعة الساحرة. فبيلاروسيا تتوفر على عدد كبير من البحيرات، أكثر من 11,000 بحيرة، وأن عدد الأنهار في بيلاروسيا تتجاوز 20,000 نهر مختلف بين نهر كبير وصغير، أن حوالي 40% من مساحة بيلاروسيا كلها غابات. أفضل 5 أماكن سياحية في بيلاروسيا. توجد العديد من الأماكن السياحية الرائعة في بيلاروسيا التي يمكنك زيارتها، لكننا سنكتفي بذكر 5 أفضل المناطق السياحية في بيلاروسيا فقط. مدينة مينسك العاصمة. ما سيثير انتباهك في هذه المدينة هي نظافتها وهواها النقي، لذلك تعتبر مينسك إحدى أنظف المدن في العالم. أيضاً ستندهل بطيبة سكان العاصمة. هذه الأمور تشعرك بالأمن والأمان. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في العاصمة، مثل زيارة مجمع النصب التذكاري لأمجاد الحرب العالمية، الهندسة المعمارية في هذه المدينة شاهدة على الحقبة السوفيتية، وهكذا ستجد نفسك تتوقف في كل مرة لالتقاط صور تذكارية لمعالم تاريخية رائعة. مدينة بابرويسك. بابرويسك هي مدينة في مقاطعة ماهيلجاو في بيلاروسيا، وهي من المدن التي يجب على السائح زيارتها، وتبعد عن العاصمة 3 ساعات عبر القطار. عند زيارتك لهذه المدينة، تأكد من زيارة المكتبة الخضراء الشهيرة كاتسنيلسون هاوس إن كنت تريد الاطلاع على الكتب والروايات والأدب البيلاروسي. وسواء كنت من مؤيدي الشيوعية والماركسية اللينية أو من معارضيها، فإن الفضول سيدفعك لزيارة ساحة لينين الشهيرة، حيث ستجد تمثال لينين العظيم مرتفعاً في السماء بكل فخر. هذا وسيكون عليك زيارة كاتدرائية سانت نيكولاس الرائعة ذات القبة الذهبية، فهي تحفة فنية بكل المقاييس وتشد الزائرين إليها. إذا أردت السفر من مينسك إلى بابرويسك، فإننا ننصحك بالسفر عبر القطار، لأن الرحلة عبر القطار ستكون لمدينة العجائب. تمر عبر المزارع والحقول والبحيرات على الطريق، والربوات والتلال الخضراء على مد البصر. مدينة نوفوغرودوك. نوفوغرودوك. السياحة في بيلاروسيا لا تكتمل إلا بزيارة مدينة نوفوغرودوك التاريخية، والتي كانت أول عاصمة لدوقية ليتوانيا الكبرى. أهم المعالم السياحية في هذه المدينة هي أنقاض القلعة في كاستل هيل، والتي توفر إطلالة رائعة على المدينة المحيطة. من التل يمكن للسائح الاستمتاع برؤية كنيسة فارني الكاثوليكية. ليدا هي مدينة قريبة يمكن التوجه إليها برحلة سريعة من العاصمة مينسك. من أهم نقاط الجذب السياحي في هذه المدينة نجد أول قلعة حجرية بنيت في دوقية ليتوانيا الكبرى. تضم القلعة متحفاً يعرض أنواع أجهزة التعذيب المستعملة في العصور الوسطى، كما يوفر فرصة لممارسة الرماية.
في المدينة أيضا يوجد متحف سباتشينا الذي يحتوي على مسرح للعرائس التقليدي وورشة عمل للحرف اليدوية. يمكن أيضا زيارة متحف شركة ليدسكاي للبيرة التي تقدم جولات للزوار. يمكن أيضا زيارة النصب التذكاري للجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية في لينينا ستريت. مدينة بيرست تعرف أيضا باسم قلعة بيرست أو قلعة الأبطال، وهو اسم أطلقه عليها السوفييت. هاته المدينة أيضا من المدن التاريخية في بيلاروسيا، ولعبت دورا مهما في الحرب العالمية الثانية. لذلك فإن هاته المدينة أصبحت محجا للسياح من كل بقاع العالم، ومن أكثر المدن البيلاروسية شعبية لما تحتويه على معالم سياحية تاريخية. بالقرب من بيرست يقع منتزه بيلافيجيسكايا بوشتشا الوطني الشهير، حيث يبعد عن المدينة بسبعين كيلومتر شمالاً. هذا المتنزه عبارة عن غابة كثيفة ومورقة، وهي مشتركة مع بولندا، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو. هذه كانت بعضاً من أهم أماكن السياحة في بيلاروس. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الوجهة السياحية الرائعة، وإلى اللقاء في وجهة جديدة. رجاءً لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. للتنويه، الشتاء في بيلاروسيا يكون بارداً وطويلاً، حيث تتدنى درجات الحرارة بشكل كبير. يشهد الشتاء تساقط الثلوج بكثافة، وتكون الطبيعة مغطاة بطبقة بيضاء جميلة. يعتبر فصل الشتاء في بيلاروسيا فترة مثيرة لاستكشاف الرياضات الشتوية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة.